السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في قناه مني دودو. النهارده اليوم مشمس وحلو قوي قوي، جو حلو ودافي الحمد لله رب العالمين. النهارده معزومين بره عند اصحابنا الاتراك، خليكم معايا وكملوا الفيديو. هقول لكم هنعمل ايه بالظبط وهوريكم يومنا هيمشي ازاي. اول حاجه بقى ركبنا باص من منطقه الفاتح، المنطقه بتاعتنا، وهننزل عند محطه المترو بوس. المترو بوس ده منه مترو ومنه بوس، يعني اتوبيس مترو لانه ليه حاره لوحديها بيمشي فيها، مالوش عربيات تانية بتمشي فيه اللي هو الحارة بتاعت الميتروبوس دي، وبوس يعني شكل الأتوبيس، عشان كده بيكون خطه طويل وسريع جدا، يعني ممكن ياخد مسافة طويلة نص ساعة ساعة إلا ربع بالكتير أوي. فهنركب من هنا بقى الميتروبوس بكارت الباص عادي، بس بيكون أغلى شوية من الأتوبيس العادي والمترو. الطريق رايح جاي شكله حلو قوي من فوق الكوبري. هنختم بقى الكارت بتاع الباص من المكان بتاع الدخول، هوريكم بقى الرحله بتاعتنا هتمشي ازاي. ده شكل الميتروبوس اهو، بياخد عدد كبير من الناس وهو طويل كده، شكل المترو يعني، منه مترو ومنه باص. انا مش عارفه اوصفه لكم، هو قدامكم المحطات بتاعته بقى خلاص، سريعه سريعه جدا، والطريق حلو قوي قوي ومسلي، شكله حلو زي ما انتم شايفين اهو. نزلنا بقى من المترو بوس دلوقتي، هنخرج بقى من مكان الخروج، قدامنا كوبري كده هنطلع فيه، هنروح على طول على طول على طول على اصحابنا. هنا هو المكنه دي بيرجع لك بقيه الفلوس، يعني الكارت مثلا بياخد 8 ليره وهو يمشي الرحله بتاعتك او عدد المحطات، هتنزلي قبل استحقاق ال 8 ليره دول، فبترجع لك ليره او ليره ونص حسب المسافه بتاعت المحطات اللي احنا هنركبها، فبنحط الكارت عليها بترجع بقيه الفلوس فيها. احنا بقى في الوقت ده كنا وصلنا خلاص. اول حاجه هيضيفونا بالشاي التركي الجميل، بيحطوا طبعا برادين فوق بعض زي ما اكتر الناس عارفين، براد كبير وفوقيه براد صغير. البراد الكبير اللي تحت بيكون فيه ميه بيغلوا الميه، والبراد الصغير زي ما انتم شايفين كده بحط فيه الشاي، بيكون شاي خشن. بعد كده هنحطهم الاثنين فوق بعض، واول ما الميه تغلي في البراد اللي تحت انه واخدينها وصبينها على البراد اللي فوق ده، ونحط ميه جديده تغلي تاني. دي بتكون عمليه تخمير الشاي. بعد ما الميه بتغلي اللي تحت بنحط بقى في الكوبايه جزء من الميه اللي هي السخنه وجزء من الشاي التقيل اللي احنا حاطينه فوق، بيكون تقيل زي ما انتم شايفينه ده كده، ده اللي فوق اهو، وتحت في ميه بتغلي. فالكوبايه بتنصصيها حسب تقل الشاي بقى اللي احنا حابينه، ناس تزود ميه او ناس تقلل الميه حسب الخفيه بتاعت الشاي. انا بحبه يعني مايل ان هو يكون تقيل شويه اهو، يصبوا بقى الشاي من اللي هو التقيل زي ما انا قلت لكم في البراد الصغير اللي فوق، ويزودوه بقى بالميه حسب كل واحد ما يحب ايه. ضيفونا بقى الشاي والبسكوت وكده على ما نعمل الغدا. الغدا كان حلو جدا، لحم عجون واحنا بنحبها قوي، لما بنروح بيعملوها لنا مخصوص. دي اكله مشهوره عند الاتراك، مش قادره اقول لكم ان هي شبه الحواوشي، مختلف عن الحواوشي، الحواوشي طعم تاني خالص. فالاكله دي بيكون اكتريتها بصل زي ما انتم شايفين كده، وفلفل وطماطم كله متقطع صغير صغير خالص او مفروم ناعم، وصلصه طماطم وصلصه فلفل. انا بوريكم الشاي هنا ان احنا بنعمل الاكل واحنا بنشرب الشاي، صلصه طماطم وصلصه فلفل وشويه توابل بقى حلوين، وبقدونس متقطع كله متقطع صغير خالص وناعم. حطينا بقى كزبره وكمون وفلفل اسمر، وحطينا فلفل خشن احمر وفلفل خشن تاني بيكون لونه غامق كده، واه بيتحط فيها لحمه مفرومه، وطبعا الملح وزيت، زيت كتير، وبتقطع عليها اللحمه المفرومه، بتكون اللحمه نسبتها قليله مش زي البصل ابدا والخضار، بس بتبقى طعمها حلو جدا اهي. دي الشكل ده، حطينا خلاص البقدونس، حطينا الفلفل وكل المكونات، نحط عليها كام فص توم كده زي ما احنا شايفين بس، والزيت بقى، ونفضل ندعك ندعك فيها كده لغايه ما كل المكونات تتنس تتجانس مع بعضيها. اهي احنا الاثنين عملنا الاكل، ساعدتها يعني شويه على قد ما قدرت.
بس طبعا هي الطريقه بتاعتهم، بس سهله قوي، حلوه قوي. انا عملتها مره في البيت. ممكن نخبز كمان العيش بتاع لحم العجون ده في البيت، بس عند الراجل بتكون اسهل يعني. المهم بنخلط الخلطه دي كلها مع بعض، وبعد كده بنعبيها في طبق ونوديها بقى للراجل محل مخصوص للحاجات دي. هو بقى بيكون العجين من عنده، هو يحط. هنا بوريكم شكل الخلطه، حلوه قوي. بيحط العجين من عنده ويحط بقى اللحمه اللي انتم مديينها لها. ده هو اسمه لحم عجون، يعني لحمه بعجين، ويسويها بقى وبتبقى سخنه وحلوه قوي. وكمان العيش ده انواع، يعني العيش اللي احنا هنطلبه من الراجل نعمله، يعني في ملاطيا، في قرفه، في كذا نوع من العيش. خلاص كده احنا نازلين بقى، رايحين للراجل عشان نودي له الايه، الاكل عشان يسويه. هتشوفوا المحل دلوقتي يعني خليت نحل كده، شكله حلو يفرح، حتى صورته عشان اوريه اهو. بصوا اللي قدامه ده، ده اللي مستوي. راجل العالمين ده بيفرد العجين وبياخد من الطبق اللي احنا حاطينه على العجين اللي هو عنده اهي. اللحمه عجون ده فيه منه العجين بيكون رقيق، وفي منه بيكون تخين، وفي منه بيضاوي، وفي منه بيكون مدور، يعني كل واحد حسب الطلب بتاعه. وممكن تحطوه حراق كمان، بيكون حلو قوي لما يكون حراق. ده بيتاكل ازاي بقى؟ هو الراجل كده هنا بيسويه وبيدخله في الفرن، وبعد كده يطلعه على الشبكه دي يتهوى شويه، وبعدين يحطه بقى يعبيه في كرتونه ويغطيه. بيجي على البيت سخن بقى زي ما انتم شايفينه كده، بجد حلو جدا جدا جدا. بيتاكل ازاي بقى؟ بتتفرد كده، وبيكون فيه خس وبصل اخضر وبقدونس وليمون، وممكن شطه. نفرد العيش كده ده ونحط عليه بقى الحاجات دي، كل واحد حسب ما بيحب. ممكن بصل كمان متقطع، ويتبرم كده 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 ويتاكل. بس انا ما كنتش مستنيه، انا خدت واحده على طول كده وهو سخن اهو. ممكن جنبيه سلطه كمان، فانا وريته لكم من جوه اهو. بصوا شكله بجد يجنن يجنن. خلصنا اليوم بتاعنا اهو، اكلنا وشربنا الشاي وانبسطنا معاهم وقعدنا معاهم قعده حلوه جدا. بعد كده بقى حطوا اللب بقى والحاجات الجميله دي كده. احنا مروحين بقى خلاص، كانت الدنيا ظلمت. نركب برده نفس المواصله، هنركب الميتروبوس، بعد كده ننزل ناخد الباص بتاعنا لغايه منطقه الفتح. لو عجبكم الفيديو متنسوش ايه، تعليقات ولايكات كتير كتير، واشوفكم في فيديو جاي. سلام عليكم. İşleminiz yapılıyor. Sadece kağıt para girişi yapınız.